بصينا على الاوفل تول وريكتانجلر تول، هنبص ازاي ممكن نعدل الاوفل تول وريكتانجلر تول عن طريق السلكشن والسب سلكشن. هناخد اوفل ونرسم واحد، وناخد ريكتانجلر ونرسم ريكتانجلر، تمام. هنيجي على السب سلكشن تول ونكليك، النقطة الخضراء هتبان، ندراج لحد ما نوصله للنقطة التانية، كده تحول إلى مثلث. طيب عايزين نخلي مثلث منفرج مثلا، تمام اوكي. الشيب اللي هي الدايرة او الاوفل برضو ممكن نغير، يعني نخليها شكل غير منتظم مثلا. اوكي طيب اللي يكمل الموضوع ده الجزء بتاع السليكشن تول. السليكشن تول ممكن تعمل حاجتين، ان هي كليك ودراج فتاخد جزء تقتصه من الرسم اللي انت عايزه، فانت ممكن تقعد تقتص لحد والديليت لحد ما توصل للشيب اللي انت عايز ترسمه، تمام. وممكن السليكشن تول تعمل دراج، وزي ما قلنا قبل كده ان لو جيت عند النهايه بتاعت الحافه وتحولت لقوس وبتعمل دراج بيسحبها لك بره، ولو جيت في زاويه تمام وبتغيرها بيعمل لك سكيو للزاويه كلها، بيمسكها من نقطه واحده ويبتدي يغيرها لك، تمام اوكي. ليك فاكر سيلكشن سب سيلكشن تول بيقدروا يعملوا ايه في الرسومات. طيب في تول تانية ما شرحناهاش اسمها الفري ترانسفورم. الفري ترانسفورم اداه مهمه جدا 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 وهتساعدك في اي حاجه انت بتعملها. طيب تعالوا نبتدي من الاول خالص مع الفري ترانسفورم تول. هنعمل سيلكت وديليت، وهناخد ريكتانجل ونغير الوانه عشان يبقى بدايه ثانيه، ونغير الاستروك بتاعه مثلا للرصاصي ده، ونغير حجم الاستروك لثلاثه، ونرسم ادي مربع، تمام. المربع اللي عندنا ده لو فيل، تمام، ولو ستروك، تمام. طيب لو احنا عملنا كليك على التول دي اللي هي فري ترانسفورم، تمام، لو هتلاحظ الشكل اتغير من السليكشن للمربعات اللي ظهرت. طب ايه المربعات دي؟ المربعات دي حاجات بتخليك نقط تحكم، بتخليك تتحكم في الشيب بتاعك، لان انت عامل كليك دلوقتي على فري ترانسفورم يبقى هتعمل ترانسفورم، تمام. ترانسفورم يعني هتغير الشكل، ترانسفورم يعني هتحوله من حاجه لحاجه، تمام. ادي حجمه صغر تاني، انا خد بالك انا شغال على كنت ماسك الاستروك بس، تمام. ادي الاستروك اطلعه بره، تمام. ادي الاستروك اهو، تمام. امسك الفري ترانسفورم، ممكن لو بص شكل السهم اتغير كده انا اقدر اعمل سكيو، تمام. طيب الجزء اللي في النص ده اسمه سنتر. السنتر هو السنتر بتاع الشيب اللي انت كنت راسمه. لو انا بلف كده شفت الدايره ابو سهم دي او القوس ابو سهم، تمام، ده معناه ان هو هيلف لك الجزء ده. لو هتلاحظ ان هو بيلف حوالين السنتر بتاعه. طيب السنتر ده بيتحرك كده، يبقى الشيب هتلف حوالين سنتر تاني مختلف، تمام. وده هيساعدك قوي في ان انت تعمل رسومات كتير جدا عن طريق تحريك السنتر. يعني مثلا لو كنت عايز ترسم ورده مثلا، لو عايز ترسم ورده، تمام، انا هسلكت ده كله اخفيه. عايزين نرسم مثلا ورده، او عايزين نرسم توربين انجن، توربين يعني، تمام. التربن مثلا او ورده عباره عن شيء شبه بعض بيتكرر، وفي النص له سنتر، يعني احنا عندنا سنتر وعندنا شيب. طيب التربن ممكن يكون شكله ايه، او ورده ممكن يكون شكلها ايه، ممكن يكون اليبتيك كده، تمام. ونحاول نشيل الاستروك بتاعه، تمام، ونغيره شويه، تمام تمام اوكي. دي الورقه واحده من الورقه. طيب نصغرها شويه عشان هنعمل منها كتير، تمام.
اوكي تكون الدراج السنتر بتاعها بره. الاول نغير لونها، لان الورده زرقاء تبقى نازعه شويه، ممكن يكون لونها احمر. تمام، وهنعمل كنترول وسي، كنترول وشيفت وفي. تمام، وهنغير المكان بتاعها، بس احنا ما غيرناش السنتر. طب هندوس كنترول وزد. تمام، وناخد السنتر بتاعها نطلعه بره هنا في النقطه دي. تمام، او هنا على الاصح. تمام، وهنكليك وندراج. تمام، فدي ورقه كنترول وسي، كنترول وشيفت وفي. ادي واحده كمان كنترول وسي، كنترول وشيفت وفي. ادي كمان واحده كنترول وسي، كنترول وشيفت وفي. كمان واحده. طيب لو بفرض ان انت زهقت من اللي انا بعمل، سيلكت كله، كنترول وسي، كنترول وشيفت وفي، واسحب السنتر بتاعهم هنا. تمام، وتاج. تمام، كنترول وسي، كنترول وشيفت وفي، وتاج. تمام، اوكي، كنترول وي هو السكيو تول، الفري ترانسفورم تول موجوده. تمام، اوكي، الشيبس دي مش قريبه من بعض قوي، تعالوا نقربهم من بعض شويه. اوكي كده لزقت فيها. طيب عايزين مثلا دايره لونها اصفر، والستروك بتاعها مش موجود. تمام، مفيش ستروك، نون. تمام، وهنيجي هنا بقى عندنا شبه وردة. طبعا انت لازم تجرب وانا لازم اجرب نرسم شيب عدل. طبعا انا لو بشتغل بشكل مختلف او بشتغل عشان اطلع ديزاين، ببقى شغال ابطأ من كده شوية، وغالبا ما ببقاش بتكلم ولا بشرح. حاول تعمل دي. تمام، وخليك فاكر احنا قلنا ايه النهاردة، او قلنا ايه في الدرس ده. قلنا ازاي تعدل بالسليكشن تول والسب سليكشن تول والفري ترانسفورم، وشو من قبلها بشويه قلنا الريكتانجل والاوفل تول، وهنبتدي نشرح تول ثانيه المره الجايه.